فيلمنا بيبدأ في وادي من الوديان مع ديناصور اسمه جونيور وكان بيتعلم الصيد، وفي مرة من المرات هجم عليه ديناصور ضخم حاول يجري بسرعة لكن وقع على الأرض، ولحسن حظه جه والده وأنقذه. غضب والده منه جدا وبدأ يزعق له ويقول له إنه عار على العيلة لأنه هرب من المواجهة. قال له والده إنه هيعلمه إزاي يبقى قوي وشجاع لأنه هيكون ملك الجزيرة من بعده. راح مع والده لحد ما شافوا قطيع ديناصورات من فصيلة بروتوسيراتوبس كانوا بيشربوا مية. اتفق الأب مع ابنه على خطة، وهي إنه يهجم الأب من ناحية ويهجم جونيور من الناحية التانية. ما قدرش جونيور إنه يعمل حاجة بسبب إنه كان خايف جدا. واحد من الديناصورات شاله ورماه في المية. كان جونيور بيبكي ويصرخ، راح عند والده علشان ينقذه لكن لقى إن المية مش عميقة. طلب منه والده إنه يوقف اللي بيعمله علشان مش هيغرق في المية. راح جونيور علشان ينام في الشجرة الخاصة بيه وكان حزين جدا وبيقول إنه مش هيقدر يكون زي ما بيتمنى والده. بدأ يفتكر اليوم اللي ماتت فيه والدته. في يوم من الأيام كان في المية وكان الموج عالي جدا. كان جونيور بيغرق ومش قادر ينقذ نفسه. نزلت والدته علشان تنقذه لكنها غرقت مكانه، ومن وقتها ما قدرش جونيور ووالده انهم ينسوها. راح الاب علشان يصح ابنه، وفي نفس الوقت كان في نيزك كبير في طريقه لكوكب الارض. اترعب جونيور وقال لوالده انهم لازم يمشوا في اسرع وقت. قال جونيور انه بيتمنى يبقى هنا لكن والده قال له لو مشينا هنكون في امان. تاني يوم كان جونيور بيحاول يفرح والده، حاول الهجوم على واحد من الديناصورات الصغيره لما كان بيشرب ميه لكن الديناصور قدر يفلت منه. وصل قطيع من الديناصورات ولف حوالين جونيور. جه والده بسرعه علشان يساعده لكن الديناصورات شالوا جونيور وهربوا بيه. كانت الديناصورات دي سريعه جدا، ولما وصل سبيكلز للجسر هجموا عليه وقدروا يوقعوه في الميه. اغمى عليه لكنه فاق بسرعه علشان يقدر ينقذ ابنه، بس لما طلع من النهر لقى ان كلهم هربوا. حاول سبيكلز انه يتتبع اثار اقدامهم لكن السماء بدات تمطر واختفت اثار اقدامهم. ولما فاق جونيور لقى انه في وادي كبير وحواليه كهوف كتيره وفيها كتير من الكائنات المخيفه كانت بتبص له وكان خايف جدا. ولما خرجوا من الكهوف لقى نفسه محاصر بقطيع من صغار الديناصورات كان عددهم كبير ومن جميع الفصائل. قرب منه واحد اسمه سلاش وحاول يخوف جونيور لكن وصلت ديناصوره اسمها بلو وانقذت جونيور وبعدت عنه سلاش. وصل ديناصور تاني اسمه بلاد علشان يوقف الخناق. وصلت الديناصورات الكبيره وبسبب كده خافت الديناصورات الصغيره. جونيور كان هيغم عليه لكن بلو اخدته بعيد. قدر بلاد وسلاش انهم يستخبوا وكانت الديناصورات الكبيره بيحاولوا يختاروا ثلاثه من الديناصورات الصغيره. قالت بلو لجونيور ان الديناصور اللي بيروح معاهم ما بيرجعش ابدا. في نفس الوقت كان سبيكلز بيدور على ابنه لكن بسبب الجوع والعطش اغمى عليه. شافوا ديناصور تاني اسمه ساي من فصيله انكيلوسور. كان عنده حاسه شم قويه جدا، شم ريحه سبيكلز وظن انه عدو. بسبب كده راح وهجم عليه لكنه وقع على ظهره وما قدرش يقوم. فاق سبيكلز وظن ساي انها نهايته. ساله سبيكلز هو ليه بيهجم عليه. قال له ساي انه ظن ان واحد من القطيع اللي خطفوا بنته وكان اسمها داستي، وفي يوم كانت بتشرب من النهر هجم عليها مجموعه من الديناصورات وخطفوها وهو لحد دلوقتي ما يعرفش مكانها. عرف سبيكلز ان ده نفس القطيع اللي خطف ابنه، علشان كده قرروا يتحدوا مع بعض علشان يدوروا على جونيور وداستي. بعدها بنروح لجونيور اللي كان بيحاول يدخل كهف من الكهوف لكنه ما كانش مرحب بيه، لحد ما شاف قدامه كهف تاني بس كان واضح انه مهجور. شاف هناك ديناصور تاني وكانت هي داستي اللي كان بيدور عليها ساي. قالت له ان الطيور الجرحى مش هيقدروا يدخلوا هنا لان المكان قذر. وصلت بلو وسالت جونيور هو بيعمل ايه هنا. قال لها انه هيستخبى هنا وسط الزباله لحد ما يجي والده ينقذه. وفي الطريق حاول سبيكلز وساي انهم يعدوا من مكان ضيق لكنهم قابلوا عقرب كبير ومخيف جدا. حاول يلدغ ساي لكن لحسن حظه ان جلد قشرته سميك وما قدرش العقرب انه يخترقه. هرب الاثنين مع بعض وكانوا خلاص هيخرجوا من الفتحه لكن سبيكلز سمع ساي بيصرخ فقرر يرجع علشان ينقذه. قدروا انهم يموتوا واحد من العقارب وبعدها اتجهوا ناحيه الوادي لكن العقارب قدرت تحصرهم. واحد منهم لدغ سبيكلز في رجله وبدا ينزف لكنه ما استسلمش. هجم عليه العقرب وقطع رجله باسنانه القويه. ولما خرج بره ما قدرش سبيكلز انه يكمل لدرجه انه وقع على الارض بسبب الجرح اللي في رجليه. بدا السم ينتشر في جسمه لكن رفض الاستسلام وحاول يكمل المهمه علشان ينقذ ابنه. ما كانش قادر سبيكلز انه يكمل المهمه وبسبب العطش اغمى عليه. بدات الرمال تتحرك تحتهم ووقعوا في حفره. فاق ساي لما شم ريحه عدو دخل عليهم حاول يفوق سبيكلز، ولما فاق حاول انه يهجم على الديناصور لكن الديناصوره اللي اسمها فانج قدرت تتغلب على سبيكلز بسبب الجرح. كانت عاوزه تاكل ساي لان حجمه صغير لكن سبيكلز قال لها انه صديقه. قالت لهم فانج انها بتدور على بنتها بعد ما اتخطفت من قطيع من الديناصورات.
بعدها بنروح لقطاع الديناصورات وهم بيرموا الأكل للديناصورات المخطوفة. كانت ديستي ضعيفة وكانت عاوزة تاكل، لكن واحد من الديناصورات سرق الأكل بتاعها. رجعت الكهف وهي جعانة، لحقها جونيور وجاب أكل معاه واداه لها. وصلت بلو هي كمان وقعدوا التلاتة ياكلوا بالقرب من كهف النفايات. ولما خلصوا أكل بدأت بلو تعلمهم إزاي يرموا الحجارة. حاولت ديستي لكنها فشلت. حاول جونيور هو كمان لكنه ضرب حجر كبير. شافهم واحد من أفراد القطيع طلب من ديستي إنها تروح وراه. حاولت بلو إنها تنقذ ديستي، لكن بلاد اتدخل وقال لها إنهم ما يقدروش يعملوا أي حاجة. وبالليل جونيور كان نايم وبيحلم باليوم اللي أنقذته فيه والدته. شاف في الحلم بإن ديستي بتنادي عليه وبتطلب منه إنه ينقذها. في تاني يوم وصل ديناصور طائر وسرق الأكل. قدر جونيور وبلو إنهم يمسكوه وطلبوا منه إنه يعرفهم بعض المعلومات وفي المقابل هيدوله الأكل. قال لهم إن ورا الصخور في جبل بركاني كبير موجود جواه وحش ضخم. صحى الوحش ده من النوم، وكل ما النار تزيد في البركان كل ما تزيد قوته. قال لهم إن الديناصورات الموجودة هناك بتاخد الديناصورات الصغيرة علشان تقدمهم كطعام. كان في تلاتة من أبناء الديناصور الضخم، ولو ما أكلوش وشبعوا الديناصور الضخم هيقتل كل الديناصورات في القطيع. اتضايق جدا جونيور إنه ما قدرش ينقذ ديستي، عرف إنها في خطر وطلب من الديناصورات التانية إنهم يفكروا في خطة للهروب. ساعتها سلاش كان عاوز يضرب جونيور، لكن بلاد دافع عنه. وفي الطريق شاف ساي وفانج وسبيكلز بحيرة مية وقفوا عندها علشان يشربوا، لكنهم بدأوا يسمعوا واحد من الديناصورات بتصرخ بسبب الديناصورات اللي بتسرق البيض. اتدخلت فانج وساعدتهم، وقدر سبيكلز يرجع البيض للأم مرة تانية. اتجمع قطيع الديناصورات على فانج وقدروا يوقعوها على الأرض، لكن سبيكلز اتدخل وقدر يساعدها، وقدر ساي إنه يضرب واحد منهم. وتعرف القطيع بأنهم خسروا المعركة وعلشان كده هربوا من المكان. كمل التلاتة رحلتهم علشان ينقذوا أولادهم. حاول جونيور إنه يحط خطة، قال لهم إن في تلاتة من الحراس عند المخرج. وافق بلاد على خطته. وبالليل وصل الديناصور الطائر وقال لهم إن واحد من الحراس نايم. قرر التلاتة إنهم يهربوا، لكن واحد من الحراس شافهم. حاول إنه يجري ورا جونيور، لكن بلو ضربته بحجر على رأسه. اتجمعت الديناصورات على جونيور، لكن اتدخل الفريق وأنقذه. قدروا في الآخر إنهم يخرجوا من السجن، لكنهم لقوا حراس تانيين برا البوابة. اكتشفوا إن سلاش خانهم، لكنهم ما سلموش. جري التلاتة قبل الحراس وقدر بلد انه استخبى، اما الباقي فكانوا بيحاولوا يواجهوا الحراس، لكنهم كانوا محاصرين وقدامهم الحمم البركانية. قدر الحراس انهم يقبضوا على بلو وجونيور، وكانوا تاني يوم هيسلموهم للديناصور الضخم. تاني يوم عرف ساي انهم قربوا من مكان القطيع. سمعوا بعدها صوت الديناصور الطائر وهو بيصرخ، لان الحراس قدروا يمسكوه. قرر ساي انه ينام على الارض علشان يكون طعم ليهم. قدر الديناصور الطائر انه يهرب منهم، ولما حصروا ساي هجم عليهم سبيكلز وفانج. قدروا يستجوبوهم وعرفوا منهم مكان أولادهم. بعدها ساي رماهم من على الجبل. اتحرك التلاتة علشان ينقذوا أولادهم، لكن المكان بدأ ينهار بسبب نشاط البركان، وفي الآخر الطريق اتقفل عليهم. حاولوا إنهم يزقوا الصخور لكن بدون فايدة، وشافوا قدامهم الديناصورات العملاقة. واحد منهم دمر الصخور برجليه بسبب إنهم ساعدوهم ورجعوا لهم البيض بتاعهم. في الطريق قابلوا ديناصورات تانية حاولوا إنهم يمنعوهم من الوصول للسجن، لكن الديناصورات التلاتة كانوا أقوياء وقدروا يتغلبوا عليهم. خرج بلاد من المكان اللي كان مستخبي فيه ورجع للسجن. قال لهم على اللي حصل وراح بعدها علشان ينقذ أصدقائه. بدأت الديناصورات الصغيرة تهرب من المكان، وفي نفس الوقت كان البركان بيصور وبدأت الأرض تتدمر. بدأت الديناصورات التلاتة ينادوا على أولادهم. كانت خطة الديناصورات الصغيرة إنهم يمروا من النهر ويدخلوا للكهف علشان ينقذوا ديستي، لكن قابلهم سلاش. طلب منهم بلاد إنهم يكملوا طريقهم وهو يلحقهم. وصل ديناصورين علشان يساعدوا سلاش. قدر بلاد إنه يقضي على واحد منهم وكان هيقع في الحمم البركانية، لكنه قدر يمسك في ديل سلاش. قدر الديناصور التالت انه ينقذهم وحاول انه يفترس بلاد، لكن اتدخلت بلو جونيور وقدروا يوقعوا الديناصور. حاول بعدها انه يمسك في ديل سلاش، لكن سلاش ما قدرش يتحمل ووقعوا مع بعض في الحمام. شاف سبيكلز الاولاد من بعيد، وكان لازم انهم يقفزوا في النهر علشان يقدروا يوصلوا للكهف. افتكر جونيور كلام والده وقال انه مش هيكون جبان ونط في النهر مع اصدقائه. بعدها اغمى على بلو، لكن جونيور قدر ينقذها. في الاخير قدر التلاتة انهم يوصلوا للكهف، وهناك شافوا كتير من الهياكل العظميه للديناصورات الميته. قدروا يلاقوا ديستي، وفرح جونيور جدا لانها لسه عايشه. لكن بعدها هجم عليهم ثلاث ديناصورات، قالت لهم ديستي انهم ابناء الديناصور الضخم. وصل الاباء في اللحظه الاخيره، وبلو كانت سعيده علشان شافت والدتها. حاول جونيور انه يهرب من الديناصورات، ولما شاف والده اتدخل وانقذه في اللحظه الاخيره. قال له والده انه ما يهربش مره تانية، لكن جونيور اتضايق ومشي من المكان. وصلت بلو واتكلمت مع والده، قالت له انه جونيور جه المكان ده علشان ينقذ ديستي وانه شخص شجاع. بعدها وصل الديناصور الضخم وبدا يطاردهم، ولما شافوا شق في الجبل دخلوا
عشان يستخبوا فيه. قال لهم سبيكلز انه لازم يمشي علشان ينقذ ابنه. حاول ساي وفانج انهم يمنعوه من الخروج، شافت داستي بان الوحش بيبعد. استغل سبيكلز الفرصة وخرج علشان ينقذ ابنه، شاف انه بيحاول يشتت الوحش علشان يقدروا يهربوا، طلع كله علشان يساعدوه، وكانت مهمة ساي انه يهتم بالصغار، لكنهم راحوا هما كمان علشان يساعدوا جونيور. هجم سبيكلز وفانج على الوحش واتدخل بلو بلد علشان ينقذوا جونيور. اتجمع التلاتة علشان يرموا الحجارة على الوحش، ولما شافوا ابنائهم بينهزموا حاولوا يدافعوا عنهم، وبسبب قوة حركة الديناصور بدأ الكهف ينهار ووقعت عليهم الصخور. في نفس الوقت ضرب الوحش جونيور بايده، اغمى عليه، وكان والده خايف عليه جدا وافتكر انه مات. بدأ يعتذر له لانه قال عليه جبان. بدأت الحمم البركانية تحاصر المكان، حاول اصدقاء جونيور انهم يصحوه، وعرف داستي انه بيتنفس. فاق جونيور بعدها وكان والده فرحان وقال له انه بيفتخر بيه جدا. ولما حاولوا يخرجوا من المكان لقوا انه المخرج اتقفل بالصخور. بدأوا كلهم يحاولوا يزقوا الصخور لكن بدون فايدة. خرج الوحش من جديد وكان متغطي بالحمم البركانية. بدأ يقرب منهم، لكن سبيكلز فكر في خطة وطلب من الجميع انهم يبعدوا عنه. حاول سبيكلز انه يخدع الوحش، ولما اتجه ناحيته علشان يهاجمه بعد عنه سبيكلز علشان يتصدم الوحش بالصخور ويفتح لهم المخرج. قدروا كلهم يخرجوا من المكان وكانوا فرحانين انهم نجوا بحياتهم. قال لهم ساي انه لازم يرجع لقطيعه، وشكروا سبيكلز على مساعدته. بدأت الديناصورات الصغيرة يجروا في المكان وهم فرحانين لانهم وصلوا لمكان جديد. لحد هنا الفيلم خلص. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد. وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام. وحش اسطوري بيكون هدف كل صيادين الامبراطوريه انهم يصطادوه. بيعدي الزمن وما بيكونش حد قادر انه يصطاده، لحد ما بتظهر بنت صغيره وبتنضم لطقم من الصيادين وبتقدر تعمل اللي محدش غيرها قدر يعمله. بس الاول ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بيبدأ فيلمنا في دار الأيتام المخصصة لتربية الأطفال اللي أهليهم بيكونوا صيادين، وبنشوف البنت الصغيرة ميزي اللي بتكون مغرمة بقصص البحر والصيادين، ودايما أثناء ما هي قاعدة مع أصحابها اللي في الملجأ بتفضل تقرأ لهم من كتاب الكابتن كرو الأسطوري عن إنجازاته اللي عملها في عالم البحر، وما حكايات ميزي بتحس الأطفال بحماس شديد. بيفضلوا يلعبوا مع بعض لحد ما بتدخل المشرفة وبتزعق لهم وبتطلب منهم انهم يناموا، وبالذات ميزي اللي بتقول لها تبطل تلم الاطفال حواليها وتحكي لهم قصص الصيادين. وبعد ما بتمشي المشرفة بتفاجئنا ميزي انها بتهرب من الملجأ لانها بتكون مش قادرة تنطلق بحريتها في المكان ده. بعدها بننتقل للسفينة الاسطورية بتاعت الكابتن كروزات نفسه، وبنشوفه هو بيجري ورا الكائن الاسطوري واللي بيجري وراه بقاله سنين طويلة لان هو اللي كان السبب في ضياع عينه. وبيكون الوحش ده اسمه العاصف الأحمر، وبتكون سفينة كرو قريبة جدا من الوحش وعلى وشك إن هي تمسكه، لحد ما بيجيله واحد من أمهر الصيادين واللي بيكون اسمه جيكوب، بيقول له إن في سفينة صيادين محتاجة إنقاذ ضروري، لكن كرو بيقول له إنه مش هيسيب هدفه واللي بيطرده بقاله مدة طويلة جدا. في الوقت ده بيفكروا جيكوب بقسم الصيادين وهو انهم لازم يحموا بعض مهما كانت الظروف. هنا بيحس كرو بالذنب وبيغير رأيه وبيروح علشان يساعد الصيادين. في طريقهم بيكون في وحش تاني ضخم بيهجم على سفينة كرو، لكن كرو والطقم بتاعه بيتعاملوا معاه باحترافية، بالاخص جيكوب واللي بيكون واضح سبب انه خد لقب امهر صيادين الطقم. بعد ما بيقضوا عليه بيقطع كرو جزء من الوحش علشان يروح بيه للمملكة ويديه للامبراطور ويديهم مكافئتهم. ولما بيطلع كرو للسفينة بيقول له الطقم ان هم محتاجين بعض التجديدات، فبيقول لهم ان هم يرجعوا للمملكة وبالفلوس اللي هياخدوها يعملوا كل التجديدات المطلوبة. وبعد شوية بيدخل جيكوب على كرو بيعرفه ان السفينة دي متوارثة اجيال ورا اجيال وانها بتاعت اجداده، لكن للأسف لانه مش مخلف فما عندوش حد يتولى قيادتها من بعده، وعلشان كده هو قرر انه يخليه هو قبطان السفينة. وده لان كرو لقى جيكوب وهو صغير وهو في البحر مغمى عليه بعد ما الوحوش قتلت عيلته، وبيقول كرو لجيكوب انه فاضل مهمة واحدة بس وهيعتزل بعدها تماما، والمهمة دي هي قتل العاصف الأحمر. وبيوصل كرو والطقم بتاعه للمملكة، بيستقبلهم الشعب بترحيب كبير وهم شايفين جزء من الوحش معاهم، وبيفضل الطاقم يحتفل بإنجازه. فجأة وأثناء احتفال جيكوب بتظهر قدامه ميزي وبتبدي إعجابها الشديد جدا بجيكوب،
لكنه بيسألها عن أهلها، بتقوله إن هم ماتوا نتيجة محاربة الوحوش، وبتعرفه إنها كانت عايشة في الملجأ لكنها قررت ما ترجعش لأنها تروح معهم على السفينة علشان تصطاد معهم. بيستغرب جيكوب من كلامها وبيقول لها إنه عمل خطير جدا ولازم ترجع للملجأ دلوقتي. فهنا بتحاول ميزي إنها تستفزه وبتقوله واضح إن مفيش في إيده أي سلطة علشان يعينها معاها، ولكنه بيقول لها إنه هيبقى القبطان الجاي للسفينة. في النهاية بياخدها وبيركبها عربية علشان ترجع الملجأ، وبيروح كرو وجيكوب وطاقم المركب للإمبراطور والإمبراطورة علشان ياخدوا مكافئتهم. لكن الإمبراطورة بتكون شخصية مغرورة ومتحكمة جدا، وبتقول لكرو إن هو أثر في عمله لأنه ساب العاصف الأحمر وفضل إن هو يروح ينقذ بعض الصيادين التانيين بسبب ميثاق غبي هي ما بتعترفش بيه. وبتقول لهم الإمبراطورة إن ما يهمهاش حاجة قد إن هم يمسكوا العاصف الأحمر ويقتلوه لأنه مسبب رعب وذعر شديد لكل الناس. بتقول لهم إن عقابا لهم على تقصيرهم ده قررت إنها تبعت الأميرال هرونجل بسفينة الإمبراطور، واللي بتكون مجهزة على أعلى مستوى لمواجهة أقوى الوحوش. لكن الكلام ده بيعصب كرو وبيقول لها إن ولا السفينة دي ولا الشاب ده يقدروا إن هم يقربوا ناحية العاصف لأنهم أضعف من كده بكتير. وقبل ما يحصل اشتباك بينهم بيتدخل جيكوب وبيقترح ان السفينتين يتحركوا للقبض على العاصف الاحمر، وان هم لو ما قدروش يعملوا كده الاول هيبطلوا الصيد تماما. بتوافق الإمبراطورة وبيبدأ كرو وطقم السفينة يجهزوا نفسهم. في الوقت ده بيتفاجئ جيكوب بميزي مستخبية على السفينة، ولأنهم بيكونوا في عرض البحر فبتكون بالنسبة لهم أمر واقع ومفروض عليهم. بتعدي الأيام وبيكون الطاقم كله بيدور على العاصف الأحمر، لحد ما في يوم بيلاقوا العاصف الأحمر وبيقدر كرو بمهاراته إنه يربطه في سفينته. لكن العاصف بيكون قوي وسريع جدا فبيفضل يلف وبيعمل دوامة علشان يغرق السفينة، وبيكون الحل الوحيد علشان ما يموتوش إن هم يقطعوا الحبال اللي ربطها. ولما بتروح ميزي تعمل ده بيوقفها كرو، لكن جيكوب بيروح لها وبيكون شايف ان عندها حق وبيسيبها تقطعه فعلا. بيفتكروا ان كده الموضوع خلص لحد ما فجأة بيظهر العاصف وبيبلع المركب الصغيرة اللي كان عليها جيكوب وميزي، وبيكون كرو واقف ومصدوم من اللي حصل. لكننا بنتفاجئ ان هما بيكونوا لسه عايشين جوه العاصف ومش عارفين مصيرهم ايه في المكان الغريب ده. وبعد شوية بيفكروا في فكرة، بيربطوا نفسهم بالحبال وبيفضلوا ماشيين جوه العاصف اللي بيكون ماشي بيهم في قلب البحر، لحد ما بيوصل لجزيرة بعيدة وما عليهاش حد. وقتها بيعطس العاصف وبيخرجوا هما الاتنين منه، ولما بيحاول جيكوب انه يهجم عليه علشان يقتله بيبعدوا العاصف عنه بس، ولكن مش بيردله الهجوم. في الوقت ده بتكون ميزي قريبة جدا من العاصف وبتفتكر ان خلاص نهايتها جت، لكنها بتفضل بصاله بتحس انه مؤذي تماما. والناحية التانية بيكون كرو مش قادر ينسى قتل جيكوب، علشان كده بيروح لساحرة بتديله رمح سحري بيكون معمول علشان يقتل الوحوش اللي محدش قادر يهزمها. بالليل بيكون جيكوب وميزي قاعدين جوه كهف، فبتسأله ميزي عن سبب قتلهم للوحوش دي رغم ان هما مش بيعملوا اي حاجة. فبيبصلها جيكوب وهو مستغرب وبيقولها ان هي كمان اهلها ماتوا بسببهم، لكنها بتفهمه ان اهلها هما اللي بدأوا بالهجوم عليهم الاول علشان كده اتقتلوا. بس جيكوب مش بيكون مقتنع بكلام ميزي تماما، وتاني يوم بيصحى بيلاقي ميزي بتلعب مع كائن لونه ازرق. بيتعصب جيكوب منها وبيمسك الكائن ده وبيرميه بعيد، لكن في الوقت ده بيدوسوا على كائنات تانية وبتيجي أمهم وبتهاجم جيكوب وميزي اللي بيجروا على طول على البحر علشان يهربوا. بس الخطر مش بيخلص هنا، لأنهم فجأة بيلاقوا وحش عملاق بيهاجمهم وعلى وشك إن هو يقضي عليهم. بس المفاجأة بقى إن العاصف الأحمر بيظهر وبيساعد جيكوب وميزي وبيهاجم الوحش ده، ولما بتقع ميزي في البحر بينزل الوحش الأزرق علشان ينقذها. في الوقت ده بتشكر ميزي كل الوحوش اللي ساعدتهم وبتطلب من العاصف إنه ينقلهم لأقرب مكان من سفينتهم. فبيجدف جيكوب وهو بيتريق على ميزي لأنها فاكرة إن العاصف هيكون فاهم هم عايزين إيه، لكن بيفاجئهم العاصف إنه فهم فعلا وبيشيلهم بالمركب وبيفضل ماشي بيهم علشان يوصلهم للمكان اللي هم عايزينه، وواضح إنه شافهم مسالمين عكس باقي البشر اللي بيكونوا عايزين يصطادوه علشان كده بيساعدهم. بيعدي الوقت وبعد ما بيوصلوا بيعترف جيكوب إنه كان غلطان فعلا، وبيقول للعاصف إنه مش هيهاجم الوحوش مرة تانية مهما حصل. بتودع ميزي الوحش الأزرق بتاعها وبتودع العاصف هو كمان، لكن في الوقت ده بيظهر العاصف لرجالة الإمبراطور والأميرال هرونجل، وأول ما بيشوفوه بيبدأوا يضربوا نار عليه. لكن هنا بيظهر الوش التاني للعاصف وبيدمر سفينتهم الحديثة دي في غمضة عين، وبيكون العاصف متعصب وبيهجم على سفينة كرو بأقصى سرعة. لكن كرو بيكون مجهز نفسه، وأول ما العاصف بيهجم عليه بيحدفه بالرمح السحري وعلى طول بيفقد العاصف قوته. وهنا بيأمر رجالته يشيلوا منه الرمح لأنه عايزه حي، وبيربطوه في السفينة علشان يروحوا بيه للمملكة ويوروه للإمبراطورة. ولما بيخلص أوامره وبيبص قدامه بيلاقي فيه مركب صغير، ولما بيدقق كويس بيلاقي جيكوب وميزي. ولما بيرجع جيكوب للمركب وبيتكلم
بيتكلم مع كرو عن اللي شافه الفترة اللي فاتت، بيكون كرو مش مقتنع بولا كلمة من اللي بيقولها. تاني يوم بيدخل كرو الإمبراطورية ومعاه العاصف وهو مغمى عليه، وبيفضل يتكلم قدام الشعب كله وبيقول لهم إن هيبة الصيادين عمرها ما هتروح أبدا، وإن باصطياده للعاصف ده بيعرف الكل إن كرو هو أقوى صياد موجود في المملكة. لكن أثناء ما هو بيتكلم بنشوف إن ميزي بتحاول تقطع الحبل اللي رابط بيه العاصف، لكنه بيكون سميك جدا وصعب يتقطع. علشان كده بيطلع جيكوب لكرو على ظهر العاصف وبيحاول انه يلهيه، لكن كلام جيكوب مش بيكون عاجب كرو نهائي. بيقول له ان كان فاكر انه زي ابنه، لكن الواضح ان كان واخد فكره غلط عنه. بيهجم كرو على جيكوب وبيبداوا يتقاتلوا هما الاثنين، لكن كرو بيقدر يتغلب على جيكوب وبيرميه في الميه، وبيمسك كرو رمحه علشان يسدد الضربه القاتله للعاصف. بتوصل ساره اللي هي من طاقم سفينته لميزي وهي بتقطع الحبل، وبنتفاجئ انها بتساعدها لانها بتكون مقتنعه نفس اقتناعها، وبيقدر العاصف انه يحرر نفسه من باقي الحبال، وبيقع كرو من عليه، وبيقف العاصف في وسط المملكه كلها، لكنه مش بيكون في كامل قوته، علشان كده بيفقد اتزانه وبيقع على مبنى بيكسره. وهنا على طول بتطلب الامبراطوره من الحراس ان هم يطلقوا النار على العاصف فورا، لكن الجنرال كبير الحرس بيرفض ان هو ينفذ الاوامر، وبنتفاجئ ان هو كمان عنده نفس الاقتناع بتاع ميزي وجيكوب ان البشر هم اللي بداوا بالحرب، وبيؤمر جنوده بعدم اطلاق النار. هنا بتطلع ميزي فوق ظهر العاصف وبتبدأ تكلم الناس وبتقول لهم ان عمر الوحوش ما بدأت بالهجوم عليهم، وان دايما هما اللي بيهاجموهم بدون اي سبب، فيبقى من الطبيعي ان هما يدافعوا عن نفسهم. علشان كده ناس كتير مننا ماتت بسبب تهورهم في مهاجمة الوحوش، لكن مش بسبب شرها. بتقول لهم ان كتاب تاريخ الصيادين كتاب مزيف، الملكة هي اللي كذبت فيه علشان تكره الناس في الوحوش من غير اي سبب. وهنا الناس بتبص لبعضها وبتبص للعاصف اللي بيكون قادر ان هو يقضي عليهم، لكنه واقف مسالم تماما، والكل فعلا بيغير رأيه ناحية الوحوش، حتى كرو نفسه بيرمي سيفه على الأرض. وبيطلع جيكوب جنب ميزي وبياخد العاصف وبيمشي بيهم علشان يكملوا حياتهم في هدوء بعيدا عن الحروب بتاعة المملكة. لحد هنا الفيلم خلص. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد. سلام.